منذ زمن طويل حكم ملك المحيط إياكس البحار وحوريات البحر. كان لديه ابنة جميلة اسمها ميستي. كان لكل حورية بحر صوتها السحري الخاص. بعض الأصوات قد تشفي الجروح، قد يجذب البعض الآخر. واو، الجميع موهوبون جدا. ميستي، لماذا لا تحاولين الغناء؟ امتلكت الأميرة ميستي بشكل خاص صوتاً غنائياً قوياً يمكن أن يخلق القوة التي تريدها. عاشوا بسعادة وانسجام، وكانوا في بعض الأحيان يأخذون حمامات الشمس على النتوءات الصخرية ويغنون بفرح. وفجأة في أحد الأيام استولت قبيلة البجع فجأة على حوريات البحر البريئة وحتى الأميرة ميستي. ومع ذلك لم تكن ميستي مذعورة، بل كانت سعيدة برؤية العالم من الأعلى. واو، هذا العالم مدهش. أطلقوا سراح ابنتي والأبرياء أيتها البجعات القبيحات. دافعت قبيلة حوريات البحر، مما أدى إلى تهدئة قبيلة البجع للنوم بأغانيهم، مما تسبب في سقوطهم في البحر مع الأميرة ميستي. أوه لا، أنقذوني. ميستي، ميستي. سقطت الأميرة الصغيرة الخائفة في البحر فاقدة الوعي، وتم إنقاذها في الوقت المناسب. ابنتي، هل أنت بخير؟ الصدمة أسكتت صوت ميستي مؤقتاً. لذا قام الملك إياكس بمعاقبة الأشرار الذين ألحقوا الضرر بابنته. لحسن الحظ، الأميرة ميستي لا تزال بصحة جيدة وسعيدة. يا ابنتي، هل أنت ذاهبة للعب؟ تذكري ألا تذهبي إلى البحر. استمعت ميستي بكل طاعة لكلمات الملك، فوثقت بها الملكة والملك بشكل كبير. لكن في بعض الأحيان كانت ميستي تضيع في اللعب وتذهب عن غير قصد إلى سطح الماء. هل ما زال بإمكاني رؤية العالم من أعلى؟ في طريق العودة اكتشفت ميستي شخصاً ينجرف في الماء. أوه، إنه من قبيلة البجع. أهل يجب أن أنقذه؟ سوف أدعه. إذا اكتشف أبي ذلك فقد انتهيت. إذا تركته هناك فإنه سيموت. إنه فقط إنقاذ حياة، هذا ما يفعله الناس الطيبون. قامت ميستي بإطعام الشاب بالأعشاب البحرية السحرية التي تسمح للإنسان بالتنفس تحت الماء، ثم أخذته إلى مخبأ. استيقظ الشاب مترنحاً ليجد نفسه تحت الماء. أين أنا؟ أوه، أستطيع أن أتكلم تحت الماء؟ هل أنقذتني؟ أنا زافير، ما اسمك؟ كانت ميستي خجولة وبقيت صامتة، مما جعل الجو محرجاً. اقترب زافير من أصداف اللؤلؤ، أصدر أصواتاً مبهجة أذهلت ميستي. أنت تتفاعلين، ما اسمك؟ سمحت ميستي لزافير بمعرفة اسمها من خلال الكلمات المكتوبة على الرمال. ميستي، ألا يمكنك أن تتحدثي؟ يجب أن نكون أصدقاء. وافقت ميستي بسعادة وأصبحت صديقة لزافير. أظهرت لزافير الجمال الساحر للعالم تحت الماء الذي لم يسبق له رؤيته من قبل. فجأة لاحظت ميستي اقتراب الملك إياكس، وسرعان ما أخفت زافير. ميستي، ما زلت هناك؟ عودي إلى البيت مبكراً. إذن ميستي هي أميرة الملك إياكس؟ تظاهرت ميستي بالاستماع، انتظرت حتى يبتعد والدها، ثم عادت لتجد زافير وأعادته إلى المخبأ. عالمك رائع حقا. تريدين الذهاب إلى هناك؟ دعيني أخذك إلى هناك. أخذ زافير ميستي يطير عالياً فوق الغيوم. لا تقلقي، استمتعي بهذا المشهد الجميل. بفضل زافير أصبحت ميستي أكثر هدوءاً واستمتعت بتلك اللحظة الجميلة. بعد ليلة سعيدة أخذ زافير ميستي إلى المحيط. غداً وبعد أيام سآتي للعب معك، انتظريني. في الأيام التالية ميستي، غير مدركة أنها كانت تحت المراقبة، ذهبت للعثور على زافير.
تعطلت الأجواء البهيجة فقط عندما هرع الحراس واعتقلوا زافيير. ميستي، ساعديني، خذوه إلى ساحة المعركة. زافيير، أنا آسفة لأني لم أتمكن من حمايتك. تم نقل زافيير إلى ساحة المعركة، وكان عليه القتال ضد وحش البحر. أيها التابعون، شاهدوا وحش البحر الخاص بي يهزم هذه البجعة. وكانت المعركة متوترة وشرسة، فقط ميستي تابعت كل تحركات زافيير باهتمام وقلق. كان زافيير في وضع غير مؤات في المحيط، وحاصره وحش البحر. حدثت معجزة عندما عاد صوت ميستي. توقف أيها الوحش! خلق صوتها موجات صادمة تجاه وحش البحر، مما جعله خائفاً وهرب. ميستي، تستطيع التحدث مرة أخرى؟ أوه ميستي، لقد عدت. انتهز زافيير الفرصة واندفع إلى جانب ميستي وأخذها بعيداً. ماذا تفعل؟ أهرب بسرعة! إذا أمسك بك والدي سوف يؤذيك. إن لم تذهبي فلن أذهب أنا أيضاً، تعالي معي. رأى الملك الأمير يمسك بيد الأميرة وهي تسبح بعيداً، معتقداً أن الأميرة تم اختطافها، فصرخ وطاردهم. لكنه لم يتوقع قط أن تقوم ابنته بحماية العدو. زافيير أخذ ميستي إلى سطح الماء وفتح جناحيه، حاملاً ميستي عالياً إلى السماء. تمسكي بي بقوة يا ميستي! وفي النهاية فقد الملك إياكس كليهما في السماء. شكراً لك لإنقاذي، صوتك رائع جداً. استجابت ميستي بسعادة لمدح زافيير وغنت له ليسمع. كلاهما أعجب بسعادة بجمال الطبيعة، وفجأة طار أعضاء آخرون من قبيلة البجع إليهم. لا تقلقي يا ميستي، لن يؤذوننا. بمجرد أن هبطت ميستي في مملكة البجع، تم القبض عليها من قبل أشخاص آخرين من البجع. دعني أذهب! زافيير، أنقذني! أحسنت زافيير، أكملت مهمتك بشكل ممتاز. خذوا الفتاة الصغيرة بسرعة لاستخراج قوتها. إذا امتلكنا صوتها الغنائي السحري، فسنصبح لا نقهر. زافيير، لقد خدعتني، لقد أنقذت حياتك، قل شيئاً يا زافيير. لقد أصبحت موضع تجارب قاسي. لا تحاولي التحدث، هذا القفص البلوري قد أغلق قوتك. جربوا طرقاً مختلفة لانتزاع صوتها الغنائي، لكنهم لم ينجحوا. أصبحت متعبة وضعيفة بعد كل محاولة. أفتقد عائلتي، أفتقد المحيط، أريد أن أكون حرة وأسبح. ميستي، هل أنت بخير؟ شعرت ميستي بالغضب عند رؤية زافيير، لكنها لم تستطع فعل أي شيء في حالتها الضعيفة. أنا آسف يا ميستي، والدي مرعب، لا أستطيع أن أتحداه. وماذا عني؟ خطرت بكراهية القبيلتين ومنعت والدي وأنقذته. أنت جبان حقا يا زافيير، أعد لي حريتي بسرعة. ميستي، سأنقذك، انتظريني فقط. لم يمضي وقتا طويلا بعد اندلعت الفوضى في مملكة البجع. هاجم البجع وانقذ الأميرة ميستي. مفاجئ جدا، تلك الأسماك تجرؤ على المجيء إلى هنا. أيها المحاربون البجع، قاتلوا! اندلعت المعركة الأكثر حدة بين القبيلتين. انقض البجع لشن هجمات مباشرة، بينما تقاتلت حوريات البحر من مسافة بعيدة في الماء. وسط الفوضى مع عدم وجود أحد يراقب ميستي، جاء زافيير لإنقاذها. لماذا تنقذني؟ أرسل الملك إياكس جيشه بأكمله للهجوم بسببك، أرجوك عودي بسرعة. سعى ميستي وزافيير إلى إيجاد طريقة للهروب وسط بحر النيران، ولكن لسوء الحظ واجهوا انفجارا كبيرا مما تسبب في رميهم في الماء. وفي ساحة المعركة الرئيسية كان الجانبان لا يزالان يتقاتلان بضراوة. إياكس، لا تنسى أنني ما زلت أحتجز ابنتك، لا تتحداني. أبي، أنا هنا. ابنتي، هذه البجعة الوقحة أيضا تجرؤ أيها الشرير على القبض على ابنتي.
أبي، زافيير أنقذني، أرجوك لا تؤذه. أيها الملك، ابنك أنقذ ابنتي، الآن هو في يدي، لا تفكر حتى في المحاضرة. زافيير، تجعلني أشعر بخيبة أمل كبيرة. أيها الناس، اتركوا زافيير جانبا، هاجموا، القضاء على جميع حوريات البحر من أجلي. يبدو أن المعركة لا تنتهي حتى تغلبت قبيلة حورية البحر على قوات الأجانب. قرر الملك إياكس بشكل حاسم توجيه هجوم نهائي إلى الملك مارك باستخدام رمحه الثلاثي. حاول الملك مارك المراوغة، لكنه لم يتوقع أن يغير الرمح الثلاثي شعابه باتجاهه، مما جعله غير قادر على الرد في الوقت المناسب. في تلك اللحظة فرع زافيير إلى هناك لحماية الملك مارك. زافيير، أنت أبي، أنت لم تتأذى، هذا جيد. أيها البجعات الصغيرة، أغربوا عن وجهي. فجأة تردد صوت ميستي، مما تسبب في إصابة الجميع بالصداع وإلقاء أسلحتهم. أبي، أرجوك توقف، لا تضحي بشعبنا بعد الآن. هل هذا ما تريدينه يا ابنتي؟ هل أنت متأكدة؟ أنا موافق ونحن نتفق، دعونا ننهي هذه الحرب السخيفة. زافيير! أبي، أنا أتوسل إليك، أرجو. حسناً، سأستمع إليك. مونك، يجب أن تعد من الآن فصاعداً بعدم المجيء إلى أراضينا بعد الآن. كلا القبيلتين لن تلتقيا مرة أخرى. أبي، أرجوك وافق، لقد تخطينا حدودنا، لم يعد الناس قادرين على تحمل هذا الأمر بعد الآن. أنا موافق. وأخيراً تمكنت القبيلتان من إحلال السلام. الوداع يا ميستي. وداعاً زافيير. ومنذ ذلك الحين لم يعد أحد يرى البجع يطير في سماء المحيط، لكن في بعض الأحيان لا يزال الناس يرون أجنحة البجع تظهر عندما يتردد صدى صوت الغناء الغامض في المحيط الشاسع. في يوم من الأيام في مملكة مزدهرة، عندما كان الناس سعداء بحياتهم، فجأة أصدر الملك مرسوماً يمنع الرقص. منذ ذلك الحين وقعت المملكة كلها في حالة حزن وصمت. في ذلك الوقت كانت هناك فتاة جميلة تدعى فلورا، كانت نادلة في المطعم، وكانت شغوفة جداً بهواية الرقص. على الرغم من حظر الملك، ما زالت فلورا تذهب إلى الغابة كل يوم لممارسة حركات رقصها في الخفاء. عن طريق الصدفة، خلال رحلة صيد، تم إمساك فلورا من قبل أمير المملكة بينما كانت ترقص بشغف. نظر الأمير إليها ووجد أنه معجب حقاً بهذه السيدة الجميلة. مرحبا. أوه سيدي، آسفة لجعلك تشاهد كل هذا. لا بأس، أنت ترقصين جيدا. اسمك؟ سيدي، اسمي فلورا. بعد ذلك اليوم غالبا ما كان الأمير يأتي ليجد فلورا، أصبحوا أصدقاء. كان لديهم بعض الدردشة الشيقة، وقعوا تدريجيا في حب بعضهم البعض دون أن يدركوا ذلك. منذ ذلك الحين تعمقت العلاقة بين الأمير وفلورا، الأمر الذي جعل ريتشل خطيبة الأمير تشعر بالغيرة. رغم أن الأمير أخبرها مرات عديدة أنه ليس لديه مشاعر تجاهها. ريتشل، لا أعتقد أننا ولدنا لبعضنا البعض، دعينا نجد لك شخصا جديرا، أنت تستحقين السعادة. مجرد نادلة تريد أن تسرق الأمير مني، ستدفع الثمن، سجعلها تختفي من هذا المكان إلى الأبد. هكذا قالت وفعلت. في تلك الليلة أرسلت ريتشل عملاءها لاختطاف فلورا، ودفعوا المسكينة في النهر. فتاة من الريف تجرؤ على قتالي؟ إنه مثل رمي البيض على الصخور. في وقت لاحق كان لدى ريتشل أيضاً شخص ما يكتب رسالة يتظاهر بأنه فلورا لإبلاغ الأمير باختفائها. الأمير العزيز،
وجودي معك هو أعظم سعادة في حياتي، ومع ذلك كان يجب أن تفهم أن هناك فرقاً كبيراً بيننا، وأنا مجرد شخص عادي لا أستحق حبك. أتمنى أن تكون سعيداً دائماً. من جانبي قررت ذهب بعيداً، لا تبحث عني. شكراً لك على كل شيء. ما هو الخطأ في أن تكون من عامة الشعب؟ لماذا لا أحب عامة الشعب؟ مر كل شيء تدريجياً وخف الألم تدريجياً، وكان على الأمير أن يستمع إلى والده ليتزوجه. أما فلورا لحسن الحظ، بعد أن دفعها رجال ريتشل إلى النهر أنقذها رجل الحصان، وما زالت على قيد الحياة. شكراً جزيلاً لك، لولاك كنت لأموت في ذلك النهر. لا بأس، كيف أترك شخصاً في خطر؟ علاوة على ذلك أنت تفيدين عائلتي، أنت الوحيدة التي تستطيع أن تجعل والدي يبتسم في سنواته الأخيرة من حياته. اتضح أنه كان جار فلورا القديم، كان والده قادراً على تحقيق أمنيته الأخيرة بفضل فلورا. بالنسبة لي لدي رغبة واحدة فقط، وهي أن أرى رقصة. فهذه المملكة صامتة لفترة طويلة، لكن مع الوضع الحالي يبدو ذلك مستحيلا. إذا كانت رقصة يمكنني أن أرقص من أجلك. حقا؟ هذا سيكون رائعا. نولان، هل تعرف لماذا منعوا الرقص؟ لا أعرف أيضا، لكني سمعت من والدي أن الملك نهى عن الرقص لأنه كان يخشى أن يؤدي الغناء والرقص إلى تقليل إنتاجية العمل لديه. وجيزة ودعت فلورا رجل القارب لتعود إلى القصر وتجد الأمير العودة إلى حفل زفاف الأمير وريتشل. عندما كان كل شيء يسير على ما يرام، فجأة دوى صوت. توقف توقف فلورا، إنها أنا يا أمير العزيز. كانت ريتشل هي التي وضعتني في الخطر، أرجوك ساعدني. ريتشل، هل هذا صحيح؟ شاهد الملك كل شيء من البداية إلى النهاية، وكان غاضباً عندما رأى فلورا تجرؤ على تعطيل زواج ابنه. كلام فارغ، كيف تجرؤ على المجيء إلى هنا لإيقاف الزفاف الملكي؟ أبي، هذه فلورا التي أحبها حقاً. عند رؤية ذلك استفزت ريتشل الملك على الفور للقضاء على فلورا. جلالة الملك، هي فلورا الراقصة التي أغرت الأمير. حاولت دفعها بعيداً عن مملكتنا، لكنها لا تزال هنا بطريقة ما. عندما سمع أن فلورا كانت راقصة، فقد الملك رباط جأشه. ماذا؟ ترقص؟ أتجرؤين على إغواء أميرنا؟ حراس، خذوا هذه الفتاة إلى السجن لانتظار الإعدام. لا يا أبي، لا يمكنك فعل ذلك، لا يمكنك إيقاف سعادتي هكذا. أوقف سعادتك؟ روجر، لقد منعت الرقص وأنت تجرؤ على حب راقصة. حسناً، يجب أن تحصل على درس مناسب. خذوا الأمير إلى غرفته وخذوا الراقصة إلى السجن، منتظرين يوم الإعدام. لا أبي، لا يمكنك أن تفعل هذا. الأمير؟ الأمير روجر. في اليوم التالي أمر الملك بنقل فلورا إلى ساحة الإعدام. في مكان الإعدام كان الملك والأمير ينتظران بالفعل هناك، ومع ذلك كان الأمير مقيداً بالكرسي. أبي الملك، لماذا تقيدني؟ لماذا لا تفكر في سعادتي؟ أتوسل إليك، من فضلك لا تفعل ذلك. أريد أن أخبرك أنه ما من شيء أهم من المنفعة الوطنية، والرقص ليس في صالح هذه المملكة. يجب أن تتعلم درساً، يجب أن تكون هنا لتشهد هذا. لا أبي، لا تفعل ذلك، لا. بالنسبة إلى فلورا في طريقها إلى ساحة الإعدام، لم تكن تعرف ماذا تفعل أيضاً. عرفت أن مصيرها لا يمكن تغييره. ابتسمت فلورا وغنت ورقصت الرقصة الأخيرة في حياتها. ما حدث بعد ذلك أصبح تاريخياً، لا يمكن لأحد في المملكة أن ينسى هذا الحدث. أينما ذهبت فلورا فتح الأشخاص الذين أغلقوا أبوابهم بهدوء الباب فجأة بوجوه مبتسمة. كانت تأتي بأعداد متزايدة باستمرار. عند وصولها إلى ساحة الإعدام كان الملك متفاجئاً للغاية، لأن المواطنين في المملكة بأكملهم تبعوها بشكل طبيعي، وكان وجههم يبتسم مختلفاً عن المعتاد.
لورا على أرض الإعدام ما زالت تبتسم بفخر، على الرغم من أن يديها كانتا مقيدتين، لكن فلورا ما زالت تغني أبياتها الخاصة، مما جعل الناس في حالة عاطفية للغاية. ثم فجأة وقف مواطن شجاع احتجاجاً على قرار الملك بإعدام فلورا. أرجوكم أفرجوا عن هذه الفتاة، إنها ليست مذنبة، إنها تجلب الفرح إلى هذه الحياة. أرجوكم أفرجوا عنها. بعد ذلك وقف الكثير من الناس أيضاً لحماية فلورا. أطلقوا سراحها. كان الملك غاضباً جداً لأن جميع المواطنين كانوا إلى جانب الفتاة، لكنه فوجئ أيضاً بسحر فلورا. ما الذي يجري؟ لماذا كل الناس إلى جانبها؟ حسناً، أريد أن أرى أيضاً إذا كانت رقصة هذه الفتاة مميزة جداً بدرجة أنها تجعل الناس مفتونين جداً بها. إذا كان من الممكن أن تقنعني رقصتك فسأطلق سراحك. عاد جنديان فلورا إلى المسرح للرقص للملك. بدأت فلورا بالرقص. مع حركاتها القليلة الأولى أذهلت فلورا الملك حقاً. ظهرت في عيون الملك صورة والدته العجوز، وكانت الرقصة التقليدية لهذه الملكة، والرقصة التي كانت في طفولة الملك. ابني، دعنا نرقص معاً. أمي، أمي، أبي الملك، ماذا يحدث؟ بدأ أن الملك استيقظ وأدرك أخيراً ما فاته. روجر، كنت مخطئاً حقاً، اعتقدت أن الرقص سيجعل الناس كسالى، لكنه في الحقيقة دواء روحي لا غنى عنه للناس. فلورا، أنا آسف حقاً، أنت بريئة. بعد ذلك مباشرة أصدر الملك على الفور قانوناً جعل شعب المملكة سعيداً حقاً. أعلنوا من الآن فصاعداً أنه يمكن للجميع الغناء والرقص بحرية في هذه المملكة. يعيش الملك، يعيش الملك. ثم وافق الملك على السماح للمدير فلورا بالزواج، وأقيم حفل الزفاف رسمياً في القصر الملكي. بعد فترة وجيزة تولى الأمير العرش وأصبحت فلورا الملكة. وأنجبت 12 أميرة صغيرة وجميلة. ورثت الأميرات 12 موهبة والدتهن، كما أظهرن موهبتهن في الرقص منذ سن مبكرة جداً، واستمرت حياة فلورا السعيدة كما كانت. في يوم من الأيام في مملكة غنية كانت هناك أميرة جميلة تدعى سيلينا. كان تفكيرها مختلف عن باقي الأميرات الأخريات. تلك الطيور سعيدة جداً، أريد أن أكون مثلهم أيضاً وأن أجد الحب الحقيقي وأقرر مصيري. كان لدى سيلينا خادمة قريبة تدعى ماجي. غالباً ما كانت تثق في ماجي عن سعادتها وأحزانها، لكنها لم تكن تعلم أن ماجي كانت شخصاً جشعاً وماكراً. كانت ماجي شخصاً عادياً، لكنها في الماضي ساعدت ساحرة وأخذت زوجاً من المرايا السحرية. إذا أشرقت مرآتان على وجه شخصين في نفس الوقت فيمكن تبديل وجهيهما، وعليهم استخدام وجه الآخر حتى تنكسر المرآة. سأنتظر الفرصة لاستخدام زوج من المرايا، سيكون مضيعة لاستخدامها في أشياء لا تستحق العناء. ذات يوم رتب الملك بنفسه زواج الأميرة سيلينا. إنه الأمير جود من المملكة المجاورة، وسيم جداً وغني، ستتزوجينه حتى تتمكن البلدان من التحالف. لا، أنا لست موافقة. ماذا لا تسأل عن رأيي؟ أنت لا تحترمني. أريد أن أقرر بنفسي من أتزوج. سيلينا، أنت أميرة، تحتاج الأميرة إلى وضع مصلحة المملكة أولاً. توقفي هنا، لقد اتخذت قراري. بالعودة إلى غرفتها لم تستطع سيلينا إلا أن تخبر ماجي بهذا الأمر. عندما كنت صغيرة قطعت وعداً لصبي ذات مرة ووعدني بحمايتي لبقية حياتي، لكننا فقدنا بعضنا البعض ولا أخبر عنها. أحتفظ فقط بسلسلة من الأحجار التي صنعها لي بنفسه. كنت أرغب دائماً في العثور عليه مرة أخرى، ولكن الآن أجبرني والدي على زواج مرتب. هي لا تريد الزواج من الأمير؟ كاذبة. إذا كان بإمكاني الزواج من أمير سيكون ذلك رائعاً. عندما اقترب يوم الزفاف أرسل الملك حاشية لإحضار الأميرة سيلينا إلى المملكة المجاورة. ذهبت ماجي أيضاً مع سيلينا إلى جانبها بخدوة. لا أريد هذا الزواج، وأعيش حياتي كلها مع الشخص الذي لم أقابله من قبل. كانت كل رغبة والدي. ماجي، هل هناك أي طريقة يمكنك من خلالها مساعدتي على الهروب؟
هذه فرصتي. حان الوقت لاستخدام زوج المرايا وسأصبح غنية وقوية. جلالتك، إذا كنت لا تريدين هذا الزواج فسأتزوج من الأمير جود بدلا منك. سيساعدنا هذا الزوج من المرايا على تبديل الوجوه والهويات. بمجرد النظر إلى المرآة في نفس الوقت وافقت سيلينا بسعادة. رفعتا وجهيهما ونظرتا إلى المرآة في نفس الوقت بأعجوبة، ثم بالفعل تبديل وجوه سيلينا وماجي بعد ذلك مباشرة. هذه يا لها من معجزة. الآن لست سيلينا بعد الآن، أنا ماجي. إذن كان لدى سيلينا وجه ماجي وأصبحت خادمة، وكان لماجي وجه سيلينا وأصبحت أميرة. ماجي، شكراً لك على مساعدتك. إذن لست بحاجة لقبول هذا الزواج المدبر. سيلينا لم تكن تعلم أن ماجي كانت تضحك بشدة. إنه لمن دواعي سروري يا أميرة. تم تنفيذ الخطة بسلاسة. وصلوا إلى مملكة الأمير جود المجاورة، لم يلاحظ أحد أي شيء غير عليه، واعتقد الجميع أن ماجي هي الأميرة الحقيقية سيلينا. الأميرة سيلينا، مرحبا بك في مملكتي. أنا الأمير جود. أنت حقا جميلة جدا. شكرا لك يا أميرة، أنا سعيدة جدا بلقائك. لدي هدية لك، إنه زوج من الأحذية مصنوع وفقا لمقاس الحذاء الذي أرسله والدك إلى والدي. شكرا لك يا أمير، أحب هذه الهدية. دعيني أساعدك على ارتدائها. ولكن نظراً لأن أقدام ماجي كانت أكبر بكثير من سيلينا الحقيقية، لم تستطع ارتداء هذا الحذاء، وهو ما أثار دهشة الأمير جود. حسناً، فقط دعني أفعل ذلك. زرت الكثير من الأماكن، لذا أصبحت قدمي أكبر وأقسى من ذي قبل، لا أعرف متى. أوه، هذا كل شيء. بالتأكيد كانت لديك تجربة خاصة، تم طباعة قدميك في العديد من الأماكن. لابد أنك متعبة جدا بالفعل. دعينا نذهب إلى الغرفة للراحة أولا. لإخفاء الإحراج ودعت سيلينا على عجل الأمير جود وعادت إلى غرفتها مع ماجي. عندما غادر الجميع تنفست لاثنتان الصعداء. واو، لحسن الحظ كنت سريعة في الارتجال مع الأمير جود، وإلا فسيتم الكشف عن كل شيء. احذري من سلوكك وكلماتك. الآن أنا الأميرة سيلينا وأنت ماجي خادمتي فقط، لا تدعي الآخرين يكتشفون. نعم الأميرة سيلينا، أعدك أن أكون أكثر حذرا. جيد، الآن ساعديني في ارتداء هذه الأحذية. تحملت الأميرة المزيفة الألم وهي مصممة على وضع قدميها في الأحذية الضيقة التي قدمها لها الأمير جود. أيتها الأميرة، لماذا عليك أن تعاني هكذا؟ ألم يكون من المريح ارتداء زوج آخر من الأحذية المناسبة لقدميك؟ اسكتي، ما الذي تفهمينه؟ بكل الوسائل يجب أن ارتدي هذا الحذاء. على الرغم من أنه يؤلم قليلاً، ولكن لارتداء التاج ولأن أصبح ملكة في المستقبل، فإن هذا الألم القليل يستحق كل هذا العناء. حسناً، الآن أخبريني كل شيء عن الأشياء الخاصة بك حتى أتذكر وأتجنب التعرض للإحراج. أضاعت سيلينا وروت كل قصصها الشخصية لتتذكرها ماجي. بعد مغادرتها اكتشفت ماجي فجأة سلسلة سي ستونز، وهي التذكارات التي تركتها سيلينا بالصدفة على الطاولة. أليست هذه سلسلة الأحجار التي طالما اعتزت بها؟ الآن بعد أن أصبحت سيلينا ستكون ملكي. في اليوم التالي جاء الأمير جود مرة أخرى وأخذ الأميرة المزيفة في نزهة في حديقة القصر. في هذا الوقت بسبب الحذاء الضيق غير المريح تعثرت ماجي عن طريق الخطأ، وتم إلقاء سلسلة الحجارة عن جسدها. التقطه الأمير جود متأثر كثيرا عندما رأى سلسلة الحجارة. سيلينا، هل تحملينها معك دائما؟ هل تتذكر الأيام الخوالي عندما التقينا على الشاطئ ووعدتك بحمايتك إلى الأبد؟ لا يصدق، الأمير جود والذي أعطى سيلينا هذه السلسلة؟ سلسلتي من الحجارة، لماذا تمتلكها ماجي؟ اتضح الأمير جود، اتضح أنه منذ فترة طويلة عندما كان كل من جود وسيلينا طفلين، التقيا ذات مرة على الشاطئ، لعب الطفلان معا بسعادة، وصنع الصبي سلسلة من حجارة البحر من فضة. ماذا تفعل؟ سلسلة الحجارة البحرية، صنعتها لك، بعد هذا سأحميك مدى الحياة. إنها جميلة جداً، وهذه لك. لكن بعد ذلك فقدوا بعضهم البعض ولم يعد هناك أخبار. اعتقدت سيلينا أنها لم ترى الصبي مرة أخرى. أما بالنسبة للأمير جود فقد أمضى الكثير من الوقت في البحث عن تلك الفتاة، وعرف أخيراً أنها أميرة البلد المجاور.
حاول كل ما في وسعه ليطلب من والده السماح له بالزواج منها للوفاء بوعد طفولته. سيلينا، هل تتذكري ما أعطيتني؟ هدية الأميرة سيلينا، هل يجب أن تكون مجوهرات باهظة الثمن؟ أتذكر بالطبع. هل هذا خاتم؟ عقد ذهبي؟ أم سوار من الفضة؟ لابد أنك نسيتي، فقط ما زلت أتذكر بوضوح شديد. فجأة فوجئ جود برؤية الخادمة بجانب الأميرة سيلينا تحدق فيه بغرابة. من هي؟ لماذا تنظر إلي هكذا؟ على الرغم من أنني لم أقابلها بعد، إلا أنني أشعر أنها مألوفة جدا. بالعودة إلى غرفتها، فكرت سيلينا لفترة طويلة قبل أن تتحدث. ماجي، أريد... قلت لك أنا الأميرة سيلينا. أنا جادة ماجي، أريد أن أعود إلى ذاتي الحقيقية، لأن جود هو الشخص الذي كنت أبحث عنه طوال هذا الوقت. لكن الأميرة لم تصدق أن ماجي قد خانتها. لن أتبادل معك. ماذا يمكنك أن تفعلي به؟ طالما أحتفظ بالمرآة لن يصدق أحد أنك أميرة. سأكون الأميرة سيلينا إلى الأبد، وأتزوج الأمير جود. أيها الجنود، الخادمة تتجرأ على إيذاء الأميرة، بسرعة أمسكوها واحبسوها في الزنزانة من أجلي. لا، هذا ليس انتهى الأمر. خطوة واحدة فقط وسأكون سيلينا إلى الأبد. إذن ذهبت الأميرة المزيفة لتجد الأمير جود وقدمت طلبا. أرجو أن تأمروا بإعدام الخادمة الوقحة التي تآمرت لإلحاق الأذى بي فورا. لكن سيلينا، أليست هذه الخادمة المقربة لك؟ لقد أصبحت شريرة، لست بحاجة إلى هذا النوع من الخادمات. من فضلك افعل ما أطلب. بدأ جود يفكر بشكل مريب في شيء. لماذا أرادت فجأة إعدام الخادمة التي تبعتها لفترة طويلة؟ هذا غريب جدا، خاصة أن موقف الخادمة عند النظر إلي. لابد لي من الذهاب إلى السجن للتحقق من ذلك بنفسي. في ذلك الوقت كانت سيلينا تجلس حزينة في الزنزانة عندما دخل الأمير جود. ماذا تجرؤين على إيذاء الأميرة سيلينا؟ الأمير جود، الأمر ليس كذلك، أرجوك صدقني، تعرضت للاضطهاد. أنا الأميرة سيلينا الحقيقية، لكن وجهها الغريب جعل جود لا يصدقها. ما هذا الهراء الذي تتحدثي عنه؟ هل تعلمي أن انتحال شخصية أميرة جريمة مشددة؟ الهدية التي قدمتها لك في الماضي كانت صدفة البحر التي وجدتها. ماذا؟ كيف علمت بذلك؟ هذا الشيء الوحيد الذي نعرفه أنا وسيلينا. حتى لقد نسيت. ثم ذكرت سيلينا الأمير جود بالأيام الخوالي على الشاطئ. هذه المرة شعر أنه يصدقها وشك فيها. أنا حقا سيلينا، بفضل مرايا اليد السحرية هذا يمكنني أنا وماجي تبادل الوجوه. احتفظت بواحدة واحتفظت الأميرة المزيفة بواحدة. هل توجد مثل هذه المعجزة في هذا العالم؟ إذا كنت لا تزال لا تصدق، أعطني فرصة لإثبات ذلك. حسناً، أريد أن أعرف الحقيقة، لذا سأمنحك فرصة، لكن ماذا ستفعلين؟ لدي خطة. أعلم أن ماجي لديها حساسية من العسل. ساعدني في إحضار كوب من الشاي الممزوج بالعسل إلى ماجي، وسأريك الحقيقة. فعل جود كما طلبت الخادمة، أخرج الأميرة المزيفة وقدم لها كوباً من الشاي ممزوجاً بالعسل. كانت ماجي سعيدة وشربت كل شيء بلا شك. انتهت للتو من الشرب، وعلى الفور كان وجه الأميرة المزيفة ساخناً ومليئاً بحب الشباب الأحمر. يا إلهي، عسل! أيها الأمير، أنا أعاني من حساسية العسل. مذعورة، أخذت الأميرة المزيفة على عجل مرآة اليد التي احتفظت بها دائماً معها. في تلك اللحظة اختبأت سيلينا الحقيقية خلف شجيرة، كما استخدمت المرآة في يدها الأخرى للنظر إلى وجهها. على الفور تم تبديل وجوه سيلينا وماجي إلى ما كانت عليه نفسها. أظهرت ماجي وجهها الحقيقي أمام الأمير جود. صدمت. في تلك اللحظة ظهرت سيلينا أمامهم بكرامة. جود، هل تصدقني؟ إنها خادمتي ماجي التي اضطهدتني في محاولة لانتحال شخصية أميرة نظراً لما قالته سيلينا. كان الأمير جود ماجي، إذا كنت لا تزالي لا تقول الحقيقة فسأرسلك إلى الزنزانة إن أردت. لم يكن أمام ماجي خيار سوى الاعتراف بذنبها. جعلني الجشع مجنونة، أرجوك سامحني أيها الأمير والأميرة. بعد ذلك كسر الأمير جود مرآتين اليد حتى لا يكون هناك المزيد من الخدع. تم إرسال ماجي إلى السجن بتهمة انتحال الهوية والتآمر لإيذاء الأميرة. أما سيلينا فقد تمت استعادة هويتها. جود، أردت أن أهرب من هذا الزواج المرتب، لكن الآن وجدت الشخص الذي أريد أن أقضي بقية حياتي معه.
بابتزاجاً ومباركة شعب كلتا المملكتين، وعاشوا معاً في سعادة دائمة. هاي هذا الصلصال، قم من جديد تحت ضوء سحر البرق وانضم إلى جيشي. الولاء إلى الأبد للساحرة ستيلا. هذا صحيح، دعونا نتعاون مع الموميات القديمة ونظهر طاقة قوية لمنح المزيد من القوة للانتقام من عائلة سابرينا. نهزم عائلة سابرينا. أوه لا، مرت ساعات قليلة فقط لكن طاقة البرق لا تخفى. لا تختفي. أنا غاضبة جدا. صحيح أنه بدون البرق السحري مثلما كنت في كهف الفيل، لم أتمكن من إعادة إحياء كل شيء إلا لفترة قصيرة، ومع ذلك لا يزال يتعين علي أن أبذل جهدا أكبر لتعلم هذا السحر واجعل سابرينا تدفع ثمن ما فعلته لأخواته. ماذا يوجد رعد؟ من الواضح أن السماء صافية تماما اليوم. ما الذي يحصل؟ لقد رأيت للتو سحابة سحرية بوجه غريب يطارد سابرينا. أنت ابقى هنا، لابد لي من الاستكشاف. سابرينا، تلك السحابة على وشك اللحاق بنا. حسناً، في سرعتي، لا يمكن لأي سحابة اللحاق بالركب. تمسك بالمكنسة بقوة، أنا ذاهبة. ياي، لقد فزنا. أنت أيضاً تطير بسرعة كبيرة، فلنلعب معاً مرة أخرى في وقت ما. الآن دعنا ننظف هذا. هل هذا كتابك؟ يبدو ممتعاً جداً. من هذا؟ إنها الملكة المصرية المحاربة القوية للغاية، قاتلت مع العديد من الناس ضد العنكبوت الرعدي العملاق، على الرغم من أنها كانت قادرة على ختم العنكبوت إلا أن طاقمها السحري كان مكسوراً. هذه قصة شيقة للغاية، لكن إذا كان التمرين هو قراءة كتب فهذا ممل للغاية. سأستخدم الساعة للذهاب إلى مصر لإجراء بحث أفضل. هذا جيد، أريد أيضاً أن أرى تلك الملكة المصرية الشجاعة. لنذهب. ها؟ سابرينا لديها ذلك الحجر، يمكن أن يمتص الأرواح ويعطي الأرواح. يجب أن أتبعهم بسرعة لسرقة ذلك الحجر، وبالتالي فإن المخلوقات التي أبتكرها ستتمتع بحياة أطول. هل هذه مصر؟ مهلا، من هؤلاء الناس؟ هذا يبدو غريبا. إنهم المومياوات التي تحرس هذا القبر. هذا يبدو رائعاً، أعتقد أن الملكة المصرية يجب أن تكون رائعة. خذني لرؤيتها. جاهزون لتلقي الأوامر من الساحرة ستيلا. هذا المخلوق مثير للاهتمام أيضاً. أوه، إنها جميلة جداً وقوية، أريد أن أتحدث معها. هاي، لا تركضي بسرعة. مرحباً يا ملكة مصر، اسمي سابرينا. هل المومياوات في القبر من صنعك؟ أريد أيضاً الحصول على بعض المومياوات هكذا، هل يمكنك تعليمي كيفية ابتكارها؟ أيضاً عند سماع أليكس يقول أنك محاربة شجاعة جداً، فأنا معجبة كبيرة بك. أليكس، هل تصرفت بقلة احترام للملكة لدرجة أنها لم ترد علي؟ لابد أننا ضعنا في الوقت الذي مر فيه هذا المكان عبر 1000 عام من التاريخ، لذا لم تعد الملكة المصرية والمومياوات هنا على قيد الحياة. هل يمكنني استخدام حجر الروح لمنحها الحياة؟ فكرة جيدة. أوه، ملكة مصر الآن على قيد الحياة. أنا ساب. توقفي، مثيري الشغب هؤلاء، هل تجرؤون على إيقاظ نوم المومياوات ل1000 عام هنا؟ يجب أن تنالوا العقوبة. سابرينا، كوني حذرة. Yeah.
لقد جئنا للحصول على الروح الحجر للساحرة ستيلا. هذا، هل هجمت الملكة هذه المومياء فقط؟ أليس كذلك؟ آسف على إخافتكما، لكن شكراً لكما على إحيائه. ومع ذلك، بصرف النظر عن كليكما، أشعر أن هناك سحراً أسود يتحكم في كل شيء هنا. قفوا ورائي. وسوف أحميكم. لا بأس أيتها الملكة، سنقاتل معك. أليكس، أنت ذكي جدا، نستطيع ذلك. حجر الروح. سابرينا، ها أخيرا لدي الحجر. من أنت؟ أعيدي إلي حجر الروح. أنا فولكا أخت جوي، تلك التي دمرتيها. تبعتك هنا واستخدمت السحر الأسود للحصول على حجر الروح الخاص بك. ها؟ لن أدعك تأخذينه. خذي هذا. كوني حذرة سابرينا، لا تهاجميها وهذا العنكبوت، وإلا سابرينا، هل أنت بخير؟ إنه العنكبوت الذي حبسته منذ 1000 عام، يديه قادرة على امتصاص قوة السحر والهجوم المضاد بتلك الأيدي الكهربائية. انكسر صولجاني السحري أيضاً بسبب ذلك. أنا بخير، ولكن إذا لم أستخدم السحر فكيف يمكنني إلحاق الهزيمة به الآن؟ لم أكن أتوقع أن يتمتع هذا الوحش بقدرة هائلة على الهجوم المضاد. يا رفاق، لا يمكنكم أن تمسكوا بي الآن. ماذا لو استخدمنا القوة العلمية للقنبلة الجليدية وهذا ذراع الألي للتحكم في يدي العنكبوت؟ دعونا نقضي عليه. أيها العنكبوت، بطاعة، كن محبوسا مرة أخرى. يا حجر الروح. حسنا، إذا لم أستطع الحصول على الحجر فلا يمكنكم أنتم أيضا. سابرينا، كوني حذرة. أيتها الملكة، أنت بخير؟ أنا بخير، لكن سحرها قوي جدا، يجب أن تكوني حذرة في المعارك القادمة. وشكرا للجميع على مساعدتي في حبس العنكبوت مرة أخرى، أنتم محاربون شجعان. شكرا لك أيتها الملكة، ولكن هل يمكنك أن تخبريني عن مآثرك وعن كبوت الرعد العملاق من قبل؟ حسنا، سأخبرك. حسنا، سوف أعود. أوه، تلك الأميرة الجميلة كانت محتجزة من قبل تنين الظلام، لكن لماذا تم سجنها هنا؟ وكيف يمكنها الهروب من تنين الظلام؟ دعونا نتعرف على ذلك مع حكايات وفيري تيمز. في المملكة كان هناك بطلان شجعان وموهوبان يدعيان براين وماكس. كان واجبهم الرئيسي هو العثور على الوحوش والقضاء عليها. ومع ذلك، على عكس شخصية براين المتعطشة للمال، كان ماكس شخصاً متواضعاً ودائماً ما يساعد الناس بهدوء ويحب الحيوانات. في أحد الأيام اكتشف ماكس غزالاً أصيب في فخ صياد، وذهب على الفور للمساعدة بينما تجاهلهم براين ومضى قدماً.
الضمادات صنعت من أجلك، لابد أنك متعب وجائع أيضاً. لدي بعض الطعام. أنا روح الغابة هنا بعد رؤية ما قمت به. قررت أن أعطيك هذه الفاصوليا السحرية، احتفظ بها في متناول يدك واستخدمها عند الحاجة كلما احتجت إليها. فقط أصرخ الفاصوليا السحرية ساعديني، ستتحول إلى نبات فاصوليا عملاق وتعطيك الطعام. شكرا يا روح الغابة. هاي، ما الأخبار؟ سمعت من الناس أن هناك قلعة بالقرب من هنا يحكمها تنين مظلم. أتعلم ماذا؟ هذا التنين المظلم يمسك بأمان صوفي، وهو يحتفظ أيضا بالعديد من الكنوز. إذا تمكن أي شخص من إعادة الأميرة والكنز، فسيقسم الملك الكنز ويزوج الأميرة لذلك الشاب المحظوظ. لذلك إذا هزمنا ذلك التنين فأنا لا يمكننا أن نعيش حياة غنية دون القيام بهذا العمل الخطير. بعد الآن سيكون لدي أيضا ما يكفي من المال لشراء الطعام ومساعدة الناس والاعتناء بحيواناتك المفضلة. هذا منطقي، أوافق. إذن هيا بنا. بعد ذلك ركب براين وماكس خيولهما ليلا ونهارا للذهاب إلى قلعة التنين المظلم. تذكر أن تكون هادئا، لا نعرف أين يوجد التنين المظلم. ساعدوني. بابي اهرب. بابي، يبدو أنها صرخة فتاة طلبا للمساعدة. دعنا نرى ما سيحدث. اليوم هو يومنا المحظوظ، لقد حصلنا على المفتاح الذي يمكن أن ينقذ الأميرة. علاوة على ذلك فإن التنين المظلم يطارد هذا الكلب الصغير، لذا ربما لا يهتم بنا. دعنا نذهب لإنقاذ الأميرة. لكن ماذا عن الجرو؟ علينا أن ننقذه أيضا. غبي، إذن ليس هناك وقت لإنقاذ الأميرة. ولكن أعلم أنك تهتم دائما بالحيوانات، لذا لا يمكنك تحمل التخلي عن هذا الكلب. لذلك سوف أنقذ الأميرة وأنت تنقذ الكلب من التنين المظلم. هل هذا جيد؟ بعد ذلك كان براين يتجه نحو الأميرة بينما ماكس يتجه نحو الجرو. هناك طريقة لهزيمة التنين المظلم. هاي أيها التنين الضعيف، تعال إلى هنا واضربني. بعد ذلك، بعد إنقاذ الجرو، تضرر سلاح ماكس ولم يعد من الممكن استخدامه. لا بأس، من الجيد أنك أنقذت. شكراً لك، اثنين من المحاربين الشجعان لإنقاذي أنا والكلب الصغير وهزيمة التنين المظلم. لأشكرك على مساعدتك. أود أن أقودك إلى المكان الذي اختبأ فيه التنين المظلم مع الكنز. ذلك رائع، لنذهب. هذه التماثيل تبدو غريبة جداً، إنها تشبه إلى حد بعيد الشجعان مثلنا. ربما يكون هذا مجرد تمثال ذهبي عادي صنعه التنين المظلم بطريقة سحرية. لا تفكر كثيراً. ها نحن ذا، يمكنكم أن تأخذوا الكثير من الذهب كما تريدون. أشكرك يا أيتها الأميرة. ماذا؟ ماذا يحدث؟ أوه لا! لا! ماذا يحدث هنا؟
أنت التنين المظلم الحقيقي، لكن التنين المظلم هزمته للتو. إنه جزء من استنساخي لمساعدتي في الإمساك بالأبطال الأغبياء مثلك الذين يريدون إنقاذ الأميرة صوفي والتحول إلى ذهب. هذا هو شكلي الحقيقي. الآن حان دورك. شكراً لك. احذر، سيتم القضاء عليك. لا أستطيع تفادي هذا إلى الأبد. يجب أن أجد طريقة لهزيمة التنين المظلم. ومع ذلك اكتشف ماكس أنه في كل مرة يهاجمهم التنين المظلم سيكون لدى التنين استراحة لاستعادة قوته قبل أن يتمكن من إنشاء الجرم السماوي في المرة القادمة. هناك طريقة. الفاصوليا السحرية، ساعديني. ماذا؟ لا، لماذا؟ لماذا يوجد فاصوليا على جسدي؟ نجحت الحبة في تحويل التنين المظلم إلى شجرة فاصوليا التنين، وتم رفع لعنة القلعة. الأميرة صوفي إلى القصر بفرحة الملك. بعد فترة وجيزة أقام الاثنان حفل زفاف بمباركة جميلة. أما بالنسبة لبراين فبعد التخلص من اللعنة شعر براين بالغيرة من حب ماكس وصوفي، فغادر غاضبا معتقدا أنه سيعود يوما ما لمقابلته. انظروا لماذا سقطت الأميرة على شلال أدى إلى عالم آخر. دعونا نكتشف في قصة اليوم مع وو فيري تيلز. ذات مرة في المملكة كان هناك أميرة جميلة تدعى مارثا، وكانت أيضا شخصا لطيفا يعشقه جميع سكان القرية. مر الوقت ووصلت مارثا إلى السن الذي احتاجت فيه إلى إيجاد زوج. أراد والدها أن تتزوج الأميرة فيليب من المملكة المجاورة. وافقت مارثا على الفور لأنها سمعت أشياء جيدة عنه لفترة طويلة، وكانت تحب هذا الرجل اللطيف. أما الأمير فيليبس توفي والده بسبب مرض خطير. خلال لحظاته الأخيرة تحدث إلى فيليبس عن هذا الزفاف المتوقع. كان الأمير فيليبس بالفعل معجبا بمارثا، لذلك وافق على الفور لمساعدة والده الذهاب بسلام. تم تحضير العرس في سعادة مواطني كلتا المملكتين. وقع الأمير فيليبس ومارثا في الحب تماما عندما التقيا ببعضهما البعض لأول مرة، وكانا يتسكعان معا طوال الوقت. ولكن كان هناك من لم يكن سعيدا، كانت زوجة والدة الأمير. تم عقد هذا العرس بنجاح. سيصبح هذا الطفل ملكا قريبا. حدث ذلك أن خطتي ستنهار. يجب أن أمنع ذلك. لقد تعلمت السحر الأسود في وقت سابق. هذه المرة ذهبت إلى شلال كبير خلف حديقة القصر ولعنت. لعنتي ستجعل تلك الفتاة تختفي في الماء.
الآن علي أن أفكر في طريقة لإحضارها. بعد إعداد الأشياء، حاولت أن تكون لطيفة وودودة مع مارتا. ابنتي، يوجد شلال جميل خلف حديقة القصر، هل رأيته؟ إذا لم تفعل فسأخذك إلى هناك. بالطبع، شكرا جزيلا لك. أريد حقا رؤية هذا الشلال المذهل. عند ذهابها إلى الشلال، واقتربت مشاهدة الفيلم من قبل أمامها. هذه المرة كانت الملكة تقف ظنت أنها جميلة، لكن عندما فتحت عينيها ثم جر مارتا إلى غرفة النهر ونظرت حولها، كان المشهد أمامها غير مألوف تماما. كانت هناك مبانا من ثلاثة طوابق حولها، ولم تستطع رؤية أي قلاع مثل عالمها. الجميع هنا يلبسون ملابس مختلفة أيضا، لم تكن أزياؤهم رائعة كما كانت في الكثير من الأحيان. كانت مارتا متحمسة وذهبت إلى المباني على أمل أن تجد طريق العودة إلى قلعتها. سيدتي، هل تعرف الطريق إلى قلعة الأمير فيليبس؟ أما خطيبته؟ إذا كنت تعلمي، أرجوك ساعديني للذهاب إلى هناك، سأدفع لك بالتأكيد بسخاء. أي أمير وأميرة؟ وأي قلعة؟ يا فتاة، هل فقدت عقلك؟ بالحضور إلى منزل الفتاة، ذهلت مارثا لأن المنزل كان جميلاً، لكنه كان يبدو فوضوياً. آسفة للسماح لك بمشاهدة هذا، بيتي ليس نظيفاً. توفيت أمي عندما كنت طفلة، ولم يكن هنا سوى أنا وأبي. والدي صانع أحذية مشهور، إنه مشغول من الصباح الباكر حتى وقت متأخر من الليل، لذلك يبدو منزلي دائماً في حالة من الفوضى. كانت مارثا متعاطفة مع الفتاة ووالدها، نزلت لتنظيف المنزل بمساعدة التوم. بعد فترة وجيزة أصبح المنزل جميلاً مرة أخرى، وجلست مارثا والفتاة على الأريكة وتحدثتا. قرب منتصف الليل عاد جاكسون والد الفتاة إلى المنزل، تفاجأ برؤية منزله نظيفاً. علاوة على ذلك، هناك امرأة غريبة ترتدي ملابس غريبة تقف بجانب ابنتها. أنت في المنزل. أبي، التقيت اليوم بأميرة، إنها لطيفة حقا، حتى أنها ساعدتني في تنظيف المنزل. أبي، هل يمكنك السماح لها بالبقاء هنا معي من فضلك؟ إنها حقا كثيرة للشفقة، لم يتبقى لها مكان تذهب إليه. حبيبتي، من الخطر السماح لشخص غريب بالبقاء في منزلنا، دعيني أتحدث مع صديقتك أولا. يجب أن نسألها على الأقل إذا وافقت على البقاء هنا. سيدتي، من أين أنت؟ ولماذا قالت ابنتي أنه ليس لديك مكان لتذهبي إليه؟ أنا أميرة مخطوبة للأمير فيليب، أحببنا بعضنا البعض حقاً، وكنا على وشك إقامة حفل زفاف، لكن بما أنني كنت أثق كثيراً، تضررت من زوجة والده، ودفعتني إلى أسفل الماء. عندما استيقظت، رأيت أنني هنا، في عالم غريب تماماً، ولم أتمكن من إيجاد طريق للعودة إلى المنزل. ماذا؟ أمير؟ أميرة؟ زوجة أب؟ تسافرين حول العالم؟ هل هم موجودون حقاً في هذه الحياة؟ أبي،
إنها مسكينة، هل يمكنك السماح لها بالبقاء؟ ستصبح صديقتي، سيكون لدينا من يعتني بالمنزل. هل توافقي على البقاء هنا؟ سأدفع لك شهرياً وسأعطيك مكاناً للإقامة. شكراً جزيلاً، أنت شخص لطيف، لن أنسى هذه الخدمة أبداً. لكن عليك أن تنتقلي إلى غرفة خلف الحديقة. كما تعلمين، من غير المريح بالنسبة لي السماح لشخص غريب بالبقاء في المنزل. لا بأس، يمكنني البقاء في أي مكان. شكراً لك مرة أخرى. ياي، سعيدة جداً. الآن لدي صديقة، وهي أميرة. منذ اليوم الذي بقيت فيه مارثا معهم، أصبحت حياة جاكسون أسهل بكثير. تم تنظيف المنزل، وكان لابنته صديقة، وهناك دائماً طعام يأكلونه كلما وصل إلى المنزل. تدريجياً أصبح معجباً بمارثا. ذات يوم عاد جاكسون إلى المنزل بوجه متوتر. ذهب إلى كرسي الفناء الخلفي وجلس هناك. ما مشكلتك؟ تبدو متوتراً حقاً هذه الأيام. هناك الكثير من متاجر الأحذية الجديدة التي تقدم موديلات جديدة مؤخراً، لذا فإن عملي لا يسير على ما يرام. لا تحزن، كل شيء سينجح في النهاية. أوه، لدي فكرة. ماذا عن صنع أحذية بأسلوب ملكي؟ بدلاً من بيعها للبالغين، يمكننا بيعها للأطفال أيضاً. ما رأيك؟ بالطبع نستطيع. يا لها من فكرة رائعة. شكراً جزيلاً. بدأ جاكسون في القيام بذلك على الفور بمساعدة مارثا. عمل كلاهما بجد، وسرعان ما أعجب بعضهما البعض. في عالم مارثا، كان الأمير فيليب يبحث عن خطيبته في كل مكان، لكنه لم يتمكن من العثور. لم يصدق أنها ماتت. بدأ أن الأمور وصلت إلى طريق مسدود، لكن بعد ذلك جاءت خادمة وأخبرت الأمير أنها رأت الملكة تذهب مع الأميرة إلى الحديقة. بعد أن استشعر الأمير فيليب بوجود خطأ ما، أمر الخادمة على الفور بمعرفة هذا الأمر. كانت الملكة حريصة حقاً على سماع هذا الخبر. الآن أم لاحقاً؟ سيكتشف ذلك، وستكون كارثة بالنسبة لي. يجب أن أفكر في طريقة. ذهبت إلى غرفتها وطلبت من الكرة السحرية أن تحل هذه المشكلة. لكن عندما نظرت إلى الكرة، رأت أن مارثا لا تزال على قيد الحياة، وكانت سعيدة حتى في مكان ما غريب. اللعنة، اتضح أنها لا تموت. سافرت للتو إلى عالم آخر. هل كان هناك شيء خاطئ في سحري؟ هذا ليس جيداً. يجب أن أجعلها تختفي إلى الأبد. بعد ذلك قفزت الملكة في المنزل. بمساعدة الكرة السحرية بقيت مارثا سعيدة. كانت محبطة حقاً، لأنها فعلت كل شيء لجعل مارثا بائسة، لكن هذا لم ينجح. بعد ذلك فكرت في طريقة، وظهرت بأنها سيدة عجوز تبيع الحليب. ذهبت إلى منزل جاكسون. تماما كما اعتقدت، كانت مارثا هي التي تفتح. أيتها الفتاة الجميلة، هل يمكنك مساعدتي وشراء زجاجة حليب؟ لم أبع أي منها اليوم. بالطبع أستطيع، دعيني أشتري بعضها. عندما كانت على وشك أخذ الزجاجة، خلعت الملحفة وألقت عليها دخانها، ما جعل مارثا تصرخ وأغمي عليها. سمع جاكسون الصرخة فركض وراءها ملقاة على الأرض، وكانت الملكة تقول. فكر جاكسون في قصة مارثا في وقت سابق، وعلم أنها الملكة، نظر إليها بغضب، لكنه لم يستطع فعل أي شيء. حاول جاكسون إيقاظ مارثا. استيقظي مارثا، لا يمكنك تركنا هكذا. لم أعترف لك بمشاعرك. من الأفضل أن تتحدث معها الآن، لأنها ستغادر هذا العالم في غضون دقائق قليلة. ها؟
هذه؟ في كل قصة خرافية قالوا جميعاً أن قبلة الحب الحقيقي ستبطل أي سحر شرير. ربما يجب عليك فعل ذلك. ها؟ لن أدعك تؤذي الناس بعد الآن. ابتعدي عني وعن أحبائي. قاتلت مارثا بدراوة مع الملكة، ولكن بفضل قوتها تمكنت من سرقة العصا وكسر الكرة السحرية. بعد أن كسرت الكرة تمزقت الأرض وظهر الدخان الأسود على شكل يد وسحب الماء. وذهبت الملكة إلى الجحيم. تم تدمير الملكة إلى الأبد. وقعت مارثا في حب جاكسون، لذلك وافقت على البقاء معه ومع ابنه. طوروا متجر الأحذية وعاشوا في سعادة إلى الأبد. بالنسبة للأمير كان يفكر دائما في مارثا، لم يكن لديه أي أخبار عنها. في أحد الأيام كان يمشي إلى الشلال ثم رأى صورة مارثا تعيش حياة. اتضح أنه يفهم شيئاً وعاد إلى القصر وتمنى لها التوفيق، وبدأ أيضاً فصلاً جديداً في حياته.